مساء الخير على الكل اللي بيشوفونا. هنتكلم في موضوع هو اتوجد واصبح منتشر بسبب ضعف ايماني، وهو السحر والاعمال، الحاجات المقرفه دي اللي بلجأ بها بعض ضعفاء الايمان. مش ده موضوعنا ان في نوع من انواع السحر منتشر في كل مكان في مصر، وهو انه بيروحوا للجزار بياخدوا عظمه الفخذ سواء للخروف او للعجل، بيتكتب عليها طلاسم، ثم بتتكفن لما بتدفن لما بتترمي في بحر او في نار. ده شيء منتشر بشكل كبير. فاستاذ خالد جزار من امبابه هيحكي لكم ازاي ده بيحصل، والناس بتيجي تعمل ايه، وهو بيعمل ايه، وبقسيم عند كل الجزارين ان العظمة الفخذ دي ما تتباعش، تطلع تتكسر. فنعرف من استاذ خالد. يا استاذ خالد عامل ايه؟ عامل منور الدنيا الحمد لله. خلينا نبتدي من البدايه خالص. عرفتوا منين ان عظمة الفخذ بيتعمل عليها اسحار؟ دي اسمها عظمة اللوح. عظمة اللوح دي اسمها عظمة اللوح دي بتاعت عجل. بتاعت عجل. عظمة اللوح احنا طلعنا اهالينا واللي قبل مننا بيكسروها كده. لا حتى بقى كده بيخرموها كده. ليه؟ احنا سالنا قال لك عشان دي بتعمل عليها اعمال وموزيه. لا اسمها عظمه اللوحه. في العجل، في الجمل، في الخروف، في اي حيوان بيتذبح لازم لما تيجي وانتوا بتشفوا الخروف او العجل بتخرمين لازم نطلعها كده، حتى صاحب يعني المغزى اللي شغال هو اللي بيكسرها. عشان دي لو جت في ايد واحد هيأذي بقى اي حد. بيجي لك ناس يقول لك عايز عظمة لوح؟ جالي. بجد والله؟ جالي. كتير؟ وجالي 5000 جنيه. 5000 جنيه في ايه؟ في العظمية دي. يا سلام. والله. يقول لك هات العظمة دي ب 5000 جنيه؟ أول عام قال لي أنا عايز عظمة اللوح، بقول له أنت عاوز اللحمة ولا اللحمة عايزة قد إيه؟ قال لي أنا عايز العظمية. بقول له أنا ما ببيعهاش. قال لي أديك اللي أنت عاوزه. بيديك اللي انت عايزه. قلت له ماشي، عاوزها بعد ما اكسرها خدها. قال لي انا عايزها سليمه عشان بنتي بتعمل بحث عليها في الجامعه. بحث داخله بقى. هو اللي جالك راجل ولا ست؟ راجل. لا راجل. راجل. ومشي من هنا راح بعت لي بنته او مراته. عايزه العظم. عايزه العظم. والله قعدت تفتش في العظم لقيتها مكسوره، راحت سايباها. طيب كلمني بقى اهالينا، يعني كار الجزارين انا الحقيقه ما اعرفش عنه كتير. تمام. بس انت دلوقتي بتقول ان انت وعيت على اجدادك منعين العظمه دي ولازم يخرموها. ايوه. بيتعمل عليها ايه بقى؟ يعني مثلا عايز اقف حالك، عايز اذيك باي حاجه، اكتب عليها اللي انا عاوزه بالاذى وارميها في البحر. تترمي في البحر؟ ولو رحت للشيوخ مصري تمن مش هيحل معاك الا غير لما دي تقعد في البحر من تحت. لا والله. مش هتقعد الا غير ما تقعد في الارض. ملهاش فك ولا علاج ولا اي حاجه. هو اللي عايز يأذي اللي بيأذي بيأذي بيرميها في الميه. عاوز اللي بيأذي بيأذي. اللي انت ما بتعرفش تحل بيها. انا اعرف ان كانوا بيكفنوها بيدفنوها صح؟ هيتحل بيها. دي تتحل. دي تتحل. تتحل بالقران. لو ترمت في بحر يعني او في في المغزى لو اتدفنت تحت رمله ولا اي حاجه تحل. لا لا. ما لو اترمت في الميه ما تحلش الا غير لما العظمات دي تقعد في الارض بتاعت البحر. سمعت عن ناس تعبت؟ شفت بعينيا. شفت ايه؟ شفت كان معايا واحد كنا بنروح عند ناس جدالين، اقول له يا عم انت اللي انت بتروح دول بيضحكوا عليك. يا عم ده بيشتغلوك عشان ياخدوا منك فلوس بس. كان يخلوه يرمي ميه موارد في الميه ويرمي ملح في البحر ويقول لك هتدوب مش هتدوب. اخر ما زينا رحنا المسجد دوت بتاع الازهر. الشيخ قال له بص مشيخ الازهر. واحد الشيخ قال له بص انت اللي اذاك منك اللي اذاك منك. ومش هتحل غير لما العظمه دي بقى تتحل وتقعد في الارض في الميه. يعني مش ما فهمتش النقطه دي. يعني العمل يهدى لو العظمه قعدت في الارض في البحر من تحت خالص. في حاجه بتقعد في البحر من تحت؟ ما فيش، ده بيحصل يعني. لازم هيبقى رايح جاي. دي بقى بتمشي مع الموجه. وده كل ما تتحرك كل ما تتحرك كل ما الشغل بيزيد. اعوذ بالله. ما هو اللي بيروح يعمل الحاجه دي مش بيروح يكتب وخلاص ويرمي، لا ده بيروح يزود الشغل عليها كمان. يعني طول ما هو في البحر فيها شغل عليها. طب الشخص ده عشان لو اي حد معمول له اذى بالشكل ده، لما راح مشايخ الازهر قالوا له يعمل ايه؟ ايه؟ قالوا له يعمل ايه؟ قالوا له يعني حاول على قد ما تقدر ما تقعدش مع الشخص اللي هو اللي عايزاك ده. مين قال له شوف انت مين اللي بيكرهك
في مهنتك وتقعد معاه. وفي الاخر طلع جوز اخته. جوز اخته؟ اه. لا ما هو في الزمن اللي احنا فيه ده القريب هو. واقول لك على حاجه انا طالع بيها النهارده عشان اقول لاي حد بيتقي ربنا في عياله وفي بيته، بيذبح في البيت، بيذبح في دكانه، بيذبح في اي حاجه، يأمن على عظمية اللوحة. عشان الزمن اللي احنا فيه ده الناس تعبانه. اه عندك حق. الناس لو طالت تباع تذبح بعضيها عشان الفلوس. صح 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 عندك حق. من الغلا اللي احنا فيه دوت يا استاذنا. ولو هو بيذبح في البيت يخرم العظمه كده، ممكن يعدلها كده والريال تتخرم كده. اول حاجه يسال عليها الجزار بيت اللوح. وخليه يمسك يكسر يدغدغها قدامه. لازم تتكسر. اه عشان في ناس ما عندهاش ضمير بتروح تبيعها. طيب اخر حاجه اسالك عليها بالنسبه لعظمه اللوح، في حاجه ثانيه؟ يعني في حاجه غير عظمه اللوح بيتعمل عليها اسحار وكده؟ خالص؟ هي العظمه دي عشان عريضه. بس. عامل زي مؤاخذه زي الكتاب. اه بس ما فيش حاجه ثانيه. لا لا لا. يعني هو ده اللي الناس تخلي باله منه. هو ده بيت اللوح اللي تخلي باله منه. ما عظمه مؤاخذه الصدفه والريش والكلام ده ملوش اي عازف. مش ما فيش قلق منه. وده شيء الحقيقه احنا سمعنا عنه وشفته، او انا سمعت عنه وشفته لما الحقيقه في محافظه بنها قاموا شباب واهالي بنها نزلوا نظفوا المقابر، لقوا كميه اسحار واعمال واكثر من عظمه لوح متكفنه ومدفونه في المقابر. فاصبح الفكره عظمه اللوح ان هو اشهر واقوى عمل ممكن يتعمل بالاذى. ربنا يعفو عنا ويهدينا وينظف قلوبنا ويصلح حالنا جميعا. وكل واحد عنده ضمير من الجزارين، وده اكيد يعني ناس كتير محترمه، تكسر العظمه ديت. ولو انت بتذبح في بيتك يعني اتمنى يعني ان حضرتك تبقى عارف لازم العظمه تتخرم كده. بشكرك يا خالد، نورتني. بشكرك وبشكركم، ربنا يعفو عنا جميعا. بشكرك.